الشيطان يحرص على أن يستغل عدم ذكر العبد لربه عند جماع زوجته. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا ولم يتسلط عليه، كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما، أي لم يتمكن من الإضرار بدينه أو ببدنه. وليس معنى ذلك أن الوسوسة ترفع أصلا، لا، لكن هذا الذكر حفظ لهذا الجنين الذي يأتي بعد حفظ الله عز وجل له. ولذلك قيل للبخاري: من لا يحسن العربية أيقولها بالفارسية التي يحسنها؟ قال: نعم. يقول هذا الذكر حتى بلغة أخرى غير اللغة العربية إذا لم يحسن اللغة العربية.